السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي المشاهدين، اليوم في درس من دروس PHP سنقوم بشرح كيفية استخراج معلومات من قاعدة بيانات. بما أن في درس سابق قمنا بالاتصال عمل ملف اتصال قاعدة بيانات عن طريق المتغير كون الذي يفتح كلاس جديد وهو MySQLi كلاس. كلاس MySQLi يعتبر كون ككلاس كجزء ككلاس. نعم، لدي قاعدة بيانات تحتوي اسمها Works، تحتوي على الجدول اسمه Workers، يحتوي على أعمدة، تحتوي على البيانات التالية. سنقوم باستخراج هذه البيانات واستظهارها في ملف جديد. سوف نقوم بإنشاء ملف جديد. سوف نقوم نلاحظ الملف كIndex أو مثلا show.php، مثلا عفوا الكتابة العربية show.php. نعم، الملف سوف أول شيء سوف نقوم باستدعاء ملف الاتصال بقاعدة بيانات التي يحمل كلاس الاتصال عن طريق الاستعلام التالي include once. نستدعى الملف connect.php. نعم، سنرى هل تم الاستدعاء بشكل سريع. نعم شو. نعم، تم الاستدعاء بشكل سريع. نذهب الآن نقوم بفتح وسم HTML لكي نقوم باستدعاء بعض الأشياء. أوكي، نعم، التايتل يكون شو، البادي يحتوي على الجدول تيبل، وهذا الجدول يحتوي على تيبل رو. نعم، والتيبل رو تحتوي على سجلات، عفوا تيبل رو في اثنان أعمدة، يحتوي على أربعة. عفوا سنرى كم لدينا عمود، واحد اثنان ثلاثة أربعة. نعم، يحتوي على أربعة أعمدة. عفوا تي دي في أربعة. نعم، من أجل التنسيق فقط سوف نقوم بعمل border واحد cell padding تساوي 5 بكسل. نعم، هنا ال ID وهنا name وهنا الايج وهنا shop. نعم، سوف نقوم بفتح الاستعلام هنا في هذا المكان، استعلام PHP. نعم، سنقوم بعمل متغير يحمل الاستعلام التالي select all from workers. نعم، من الجدول نقوم بفاصلة نقطة، متغير جديد اسمه result يحمل متغير كون، عفوا الكلاس كون access query الاستعلام SQL. نعم، نفتح استعلام if إذا كان المتغير result access نمرو أي تعني في قاعدة بيانات في الاستعلام نمرو، عفوا إذا كان أكبر من صفر، أي نمرو هاته تقوم بحساب كم عدد السجلات الموجودة داخل قاعدة بيانات إذا كان أكبر من صفر، أي أن هناك مثلا أكثر من ID 1 2 3. نعم، هذه 1 2 3 4 5. إذا كان أكبر من صفر أي أنه يوجد معلومات. نعم، نقوم بفتح
loop حلقة while. While نعم while result نعم نقوم إذا كان هناك معلومات نقوم ب عفوا نقوم بإسناد جميع المعلومات إلى مصفوفة، ونقوم بإسناد هذه المعلومات التي توجد بالمصفوفة إلى متغير نسميه رو. إذا كان المتغير رو while رو يساوي result access fetch الصك. نعم fetch الصك يعني مصفوفة. سنقوم بقص هذه الأمور، سوف نضعها هنا استخدام PHP. نعم PHP سوف نضع هذه هنا هنا نعم سنضع هنا المعلومات التي سوف أقوم باستخراجها من قاعدة البيانات تساوي نعم المتغير رو الذي يحمل بما أنه يحمل سأقوم بنسخة لكي لا أحتاج إلى كتابته كل مرة نعم. الذي يحمل الـ ID يضعه هنا، والذي يحمل القيمة name يضعه هنا، والذي يحمل القيمة الأخرى age، والذي يحمل القيمة التي سبقت وهي job. نعم سوف أقوم بالحفظ، سنرى الآن. نعم لقد تم عرض جميع المعلومات بالشكل الصحيح. من أجل التنسيق سوف أضع هنا H1 show workers to workers. نعم workers. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط لايك، اضغط لايك سبسكرايب، وشارك الفيديو مع أصدقائك لتعم الفائدة. شكرا.